نشرة الأخبار من دبليو تي في، أهلا بكم. وبداية من أبرز العناوين: البرلمان يخضع الحقوق التقاعدية للنواب لقانون التقاعد العام ويعيد لائحة قوانين وسفراء إلى الحكومة. بانتظار التوافقات السياسية، تأجيل التصويت على الوزارات الشاغرة إلى الأحد المقبل. استمرار التظاهرات في البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل. الكشف عن قيام القوات الأمريكية بتأمين دخول مجاميع من داعش عبر الأراضي السورية إلى العراق. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. أعلن البرلمان تقديم تنازل أمام المحكمة الاتحادية بشأن رواتب النواب التقاعدية. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال جلسة اليوم أكد أن النائب الآن يعتبر كأي موظف آخر عند إحالته إلى التقاعد ويخضع لقانون التقاعد العام، فيما أعاد 111 مشروع القانون إلى الحكومة لبيان رأيها بالقوانين وأولوياتها التي تنسجم مع المنهج الوزاري. إلى ذلك، وضع مجلس النواب شرطين لتمرير 28 مرشحا لتسلم منصب سفير. هذا وصوت البرلمان على دمج 3 لجان نيابية بلجنة واحدة. إلى ذلك رفع مجلس النواب جلسته إلى السبت المقبل. أكد النائب حسن شاكر وجود اتفاق لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة الأحد المقبل. شاكر أوضح أن هناك اتفاقا مبدئيا حصل بين الكتل النيابية وهيئة رئاسة مجلس النواب بإدراج فقرة التصويت على بقية الكابينة الوزارية في جلسة الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الحوارات بين الكتل السياسية تجري بشكل مكثف لأجل التوافق على الوزراء المتبقين، مبينا أنه لغاية الآن لم تجري أي عملية استبدال للمرشحين الذين دفع بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كتاب رسمي إلى مجلس النواب. أكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار حسن خلاطي أن الخلاف على تسمية المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية سيحسم قبل جلسة البرلمان الخاصة بتمرير الكابينة الوزارية. خلاطي أوضح أن هناك إمكانية حسم الخلافات على الوزارات الأربع: الدفاع والداخلية والتربية والعدل قبل موعد انعقاد جلسة التصويت وتمرير الكابينة الوزارية كاملة، داعيا الاعتماد السياقات الدستورية لإنهاء الملفات العالقة. من جهته، أكد النائب عن تحالف سائرون صباح العقيلي أن الخلافات ما تزال مستمرة داخل البرلمان بشأن مرشحي الحقائب الوزارية. العقيلي أوضح أن الخلافات حول الشخصية المطروحة لتسنم الوزارات الأمنية ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن تمسك الكتل بمرشحيها من أبرز النقاط التي أدت إلى تأخير حسم الوزارات الشاغرة. أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ خضلير أنه لا توجد فرصة حاليا للتصويت على الوزراء الثمانية المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي، مضيفة أن الخلافات لا تزال مستمرة بين الأحزاب السياسية لا سيما حول منصب وزير الداخلية، مشيرة إلى أنه من المستبعد إكمال التصويت على الكابينة الوزارية قبل نهاية العام الحالي.
إلى ذلك أكد تحالف البناء استعداده لتقديم مرشح بديل عن الفياض لحقيبة الداخلية في حال طلب رئيس الوزراء ذلك. النائب عن التحالف عامر الفايز أكد أن مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض هو من اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو المعني بالموافقة عليه أو طلب التغيير، مشيرا إلى أن ادعاء تحالف سائرون بأن مرشح الداخلية خارج عن المعايير المتفق عليها غير صحيح. دعت الرئاسات الثلاث إلى إكمال الكابينة الحكومية وفق السياقات الدستورية والقانونية. بيان لرئاسة الجمهورية أشار إلى أن رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان عقدوا اجتماعا بحثوا فيه مجمل الأوضاع السياسية وبالأخص مسألة إكمال التشكيلة الحكومية، وشددوا على ضرورة تضافر الجهود وتجاوز الاختناق السياسي والابتعاد عن التصعيد الإعلامي بين الفرقاء السياسيين وحصره ضمن الأطر الدستورية حفاظا على وحدة الصف الوطني. عقدت الهيئة العامة لتحالف الإصلاح والأعمار اجتماعا لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية ومساعي إكمال الكابينة الحكومية. مراسل الدبليو تي في أشار إلى أن الاجتماع جاء برئاسة السيد عمار الحكيم وعدد من القيادات السياسية بالتحالف، حيث تمت مناقشة مؤسسة تحالف الإصلاح وآخر مستجدات إكمال التشكيلة الحكومية. يقينا أنه جدول الأعمال وفقا للنظام الداخلي يجب أن يعرض على مجلس النواب قبل يومين، وإلى اليوم الحاضر ليس هناك أي جدول أعمال للجلسة القادمة، وسمعنا رئيس مجلس الوزراء بمؤتمره الصحفي أنه لن يحضر خلال هذه المدة إلى أن تصل إلى اتفاقات سياسية. اعتبرت النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي أن ما قام به تحالف سائرون مجرد فرض إيرادات ولا يمت إلى مصلحة الشعب العراقي أو المصلحة العامة بصلة بحسب تعبيرها. مجلس النواب ما عندنا مشكلة اليوم، العملية السياسية والوضع العام بالعراق ما ممكن أن يتوقف على 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 شخص. اليوم أنا معترض على شخص، على وزارة، الوضع يتطلب أن تمرر الكابينة الوزارية وأن يستلم السيد عادل عبد المهدي وأن يبدأ بتنفيذ البرنامج الحكومي اللي أعلن أمام الناس وأمام البرلمان التصرفات. وهذا ما حصل يوم أمس هو فرض إيرادات لا يمت بأي صلة للمصلحة العامة والمصلحة الشعب العراقي. هذا الشخص عليه فيتو من سيد مقتدى وسائرون، يجب أن لا يمرر. ولم تحترم الكتل السياسية داخل مجلس النواب، ولم يحترم مجلس النواب. ما حصل هو انتهاك لحرمة مجلس النواب وهيبة مجلس النواب. إذا استمرت الحال على هذا التصرفات من قبل كتلة سائرون يتعاملون مع العملية السياسية، مع الحكومة، مع مجلس النواب بفرض الإيرادات، بالتهديدات، وضع العام في خطر. أنت ليش تمرر رأيك علي وأنت أقلية؟ يوم أكو مجلس نواب 170 175 نائب موجودين عندهم رأي، أنت 50 نائب، ليش تفرض إرادتك علي؟ أكد النائب التركماني السابق نيازي معمار أوغلو أن منصب نائب رئيس الجمهورية استحقاق دستوري للمكون التركماني، محذرا من مخطط سياسي لتهميش التركمان في الحكومة الحالية. بإبعاد التركمان ضمن مخطط سياسي مدروس للقادم، لأن المناطق التركمانية بدءا من كركوك وتلعفر ألتون كوبري وطوس خورماتو مشمولة بعملية فرض النظام والقانون، وقلناها بملأ فمنا لكل السياسيين. ونحن في تحالف إصلاح نطالب أن نمثل التركمان في الكابينة الحكومية ولمنصب نائب رئيس الجمهورية، لكي نتحكم على هذا المخطط المدروس على هذه المناطق. استمرار الخلافات بين الكتل السياسية دفع بمجلس النواب إلى تأجيل حسم الوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي إلى الجلسات المقبلة، الأمر الذي قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي نتيجة الصراعات. تقرير كرار الزيادي. يذكر في نتائج جلسة مجلس النواب التي كانت محط أنظار الكثير من العراقيين، فلا تصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي التي كان من المقرر أن تدرج بجدول الأعمال، لكن جلسة عقدت من دون أي شيء يتعلق بتلك الوزارات،
حجم الخلافات السياسية بما يخص الشخصيات المرشحة لبعض الحقائب الوزارية جعل من المؤيد والمعارض لها أن يتمسك بموقفه، مما دفع على تأجيل حسمها للجلسات القادمة. نظرية إثبات المواقف وعدم التنازل عن القرارات الخاصة بطرح بعض الأسماء المرشحة للوزارات جعل من المشهد السياسي أن يدخل بمأزق قد تنعكس آثاره على طبيعة عمل البرنامج الحكومي في قادم الأيام. المواطنون ونتيجة لاستمرار الخصامات ما بين الكتل السياسية دعوا إلى ضرورة طرح الحلول المناسبة لحل أزمة الوزارات الشاغرة، على اعتبار أن جميع يترقب عمل هذه الحكومة لما يحتاجه البلاد والمواطنين للكثير من الخدمات الرئيسة في مختلف المناطق. يشار إلى أن مجلس النواب قد صوت في الفترة السابقة على 14 وزارة من حكومة عبد المهدي، وما زال 8 وزارات لم يحسم مصيرها بسبب الخلاف على الشخصيات المرشحة لها. من بغداد، كرار زيادي، WTV. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا ضيفان في الاستوديو المحلل السياسي مفيد السعيدي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية، كيف تقرؤون غياب التصويت على إكمال الكابينة الوزارية في جلسة البرلمان اليوم، وما مدى إمكانية إدراجها في الجلسة المقبلة؟ نعم، تحية طيبة لكم وجميع مشاهديكم الكرام. طبعا من المؤسف والمحزن ما جرى بجلسة البرلمان السابقة حول والفوضى الذي ضربت قبة البرلمان وما فعله أغلب النواب الموجودين، لا يدري على مدى الديمقراطية. نعم، ربما الديمقراطية تأخذ بهذا الشكل، لكن بهذا الشكل من عملية الفوضى الموجودة وتعطيل القوانين وتعطيل أهم 8 وزارات موجودة اليوم في جسد الدولة العراقية الحالية والحكومة الحالية للسيد عادل عبد المهدي، هذا ربما رجعنا إلى أن نمحي كل آماننا وتطلعاتنا باتجاه الحكومة الحديثة، وربما تكون الحكومة الأخيرة من خلال العمل الديمقراطي الموجود في العراق، لأن تعاقبنا على حكومات محاصصة وطائفية وقومية. اليوم هذه ربما الإفرازات الموجودة قد انتشرت عن الواقع السابق بوجود كتلتين، لكن هم نرجع ونتأسف على تشكيل الحكومة وخارج إطار الدستور، المادة 76 الدستور، لا يوجد هناك كتلة أكبر. لو كانت هناك كتلة الكبرى أو الأكثر عددا كما نص عليه الدستور والتفسير محكمة الاتحادية في عام 2010 لما وصلنا إلى هذه الفوضى الموجودة. من خلال الكل يريد أو يغني على ليلى، كنا نسمع بالسابق أن السيد عادل عبد المهدي مطلق اليد ولديه وله الحرية. نعم، هذا فقط شعارات موجودة على الواقع الإعلامي، لكن على الواقع الحقيقي الذي لمسناه في الجلسة الماضية لا توجد مثل هذه الشعارات، هذه مجرد شعارات قد نغرر بها المواطن والرأي العام. لو كان هناك كتلة أعلى أو كتلة أكثر أو أغلبية موجودة لمررت بعض الوزارات. نعم، لدينا خلاف على شخصية أو شخصيتين، لماذا لا نمرر الوزارات المتبقية الثمانية المتبقية من هذا الجسد؟ لكن بصورة عامة اليوم اتضح لنا أن المحاصصة السياسية والتجاذبات هي مصالح حزبية ضيقة تريد لي أذرع كتل أخرى على حساب كتل أخرى، وكل على حساب مصلحة الشعب العراقي. لا أتوقع أن تجري عملية التصويت على الكابينة الوزارية بالقريب جلسة يوم السبت المقبل، ربما تطال أكثر من 7 أيام في هذا الجانب. لكن هناك نلاحظ في عمل السياسة وبعد هذا الخلاف الموجود هو وجود السيد قاسم سليماني الذي أخذ يتجول ما بين أغلب الكتل السياسية، ربما سيأتي الحل من هناك بعدما عجزت أغلب الدول التي مترقبة للشأن العراقي السياسي الداخلي العراقي. لا، عندما تمل وملت من التجاذبات السياسية الموجودة بالتأكيد فتحنا الباب على مصراعي التدخلات الخارجية الذي يصرخ بها البعض، لكن هذه التدخلات الخارجية هي النجادة الوحيدة للواقع العراقي الموجود اليوم. بدون هذه الوزارات الأمنية بالذات وزارة الدفاع والداخلية، إذا نحن باتجاه الحرب جديدة مع بعد إصابات ربما تكون داعش أو مسمى آخر، واليوم الخطر يهدد الحدود العراقية السورية، وشاهدنا وسمعنا الأخبار حول قاعدة التنف السورية كيف ما استقبلت القوات الأمريكية والقاعدة الأمريكية والدخول تسييد دخول تلك العصابات الإجرامية. هذه رجعنا مخططها لأربع سنوات، لماذا لا نكمل مشروع الأربع سنوات الماضية من عملية النجاح الأمني والذي حقق على أبناء المقاومة والحشد الشعبي والقوات الأمنية، ونذهب باتجاه المعركة الثانية اللي هي معركة الخدمات وتوفير الخدمات. اليوم لدينا شارع غاضب، لدينا تحذيرات المرجعية. دعونا نرجع 4 سنوات إلى الوراء، كانت هناك تحذيرات المرجعية بخصوص العصابات داعش تهديدها على العراق. اليوم كذلك كانت قد نبهتنا على شيء ستغير المظاهرات من نمطها.
هذا يدل على أن هذه الحكومة ربما لم تنجح ولم تفلح في عملية تقديم الخدمات، ربما تكون مصيرها الفشل والنهاية. حتى كان عندما التقى السيد كوفيتش مع سماحة السيد آية الله عظمى السيد علي السيستاني الله يحفظه، كان هناك أيضا لا توجد، نتمنى وجود ملامح نجاح الحكومة. إذن حتى ملامح النجاح لا توجد على هذا كذا حكومات لا سابقة ولا حكومة لاحقية بسبب التنازعات السياسية. الكل لا يريد أن يتنازل للآخر، الكل يريد متشبث بالسلطة. اليوم لو نريد نحل مسألة الوزارات بالذات وزارة الداخلية، على السيد الفياض عليه أن يعلن تنازله عن هذا الترشيح ويذهب باتجاه القرار الذي قرره مجلس النواب بعملية الاعتبار، عملية استقالته من مناصب غير قانونية ويذهب إلى مناصب القانونية ويعيد ممارسة نشاطه. هناك مرشح آخر غير الفياض؟ نعم سيد فاضل، هناك أكثر من مرشح، من قبلها طرح اسم السيد قاسم العرجي، من قبلها طرح اسم السيد أحمد الأسدي، وبعض الأسماء من قبلها أيضا اللواء عبد الكريم خلف من ضمن الأسماء المطروحة، وبعض الأسماء الذي من قيادات وزارة الداخلية ومن قيادات الذي حررتنا أرضا من داعش. كذلك وزارة الدفاع ايضا اكثر من مرشح غير السيد فواز الفنر الجربه والسيد هاشم الدراجي والسيد سليم الجبوري. اذا اخذنا هذه الابواب مفتوحه على مصراعيها ستكون المساله معقده اكثر، وسيكون اكثر من طرف يدخل في هذا الجانب، ونفتح الباب ايضا على التدخلات الخارجيه. اليوم الكل والبعض يقول قرارنا عراقي والتدخلات الخارجيه، لماذا لا نلتئم بعضنا على بعض كما التئمنا في عام 14 وذهبنا لمحاربة عصابات داعش؟ اليوم دعنا نلتئم، دعنا نتنازل شيئا من الكبرياء العالي والمتعالي لدى أغلب الكتل السياسية، دعنا ننزع السترة الحزبية ونذهب نلبس السترة العراقية الوطنية لتمرير هذه الحكومة. اليوم وضعنا العجلة، وضعنا الصخرة أمام السيد عادل عبد المهدي وأمام حكومته، ونقول من الآن حكومة غير مجدية وحكومة من هذه التداعيات التصريحات. لماذا لا ندع السيد عادل عبد المهدي الذهاب بما هو يريد؟ بعد سنة نأتي إلى السيد عادل عبد المهدي ونقول له قف، هذا مكانك، دعنا نحاسبك على ماذا تقول، ماذا قدمت، وماذا الوزارات ماذا قدموا. هنا ستكون محاسبة حقيقية وواقعية. وكذلك اليوم من التباشير اللي نتأمل بها داخل قبة البرلمان هو وجود كتلتين، البناء والإصلاح، لكن هذا التجاذب وهالصراع الأخير ما بين الكتلتين، دعنا هذا الأمل نفقده شيئا فشيئا، لكن دعونا نطور هذه الكتلتين، دعونا نجعلهن تلك المؤسستين الأساسيتين في العمل الديمقراطي. ذهبت الطائفية وذهبت القومية، اختزلت في هذا الكتلتين، لماذا لا نطور هذا النشاط السياسي الحقيقي وربما اعتبره نضوج سياسي، ونذهب بالاتجاه بالامام بعمليه السيد عادل عبد المهدي ودعمه ودعم حكومته، ليس لمصلحه احد لا بل لمصلحه الشعب العراقي، لان لو ثار الشعب العراقي ولم نقدم الخدمات لابناء البصره وابناء الجنوب ولم نعمر المناطق المحرره لربما ندخل في نفق مظلم وتكون نهايتنا ربما ساويه في هذا الجانب. نعم، ما هو السيناريو المتوقع في حال ذهاب عبد المهدي بنفس أسماء إلى جلسة البرلمان المقبلة؟ بالتأكيد سيحدث نفس السيناريو الذي حدث سابقا، الصراخ والعويل والتجاذبات الموجودة هي حتكون هي سيدة الموقف في هذا الجانب. لكن اليوم دعونا السيد عادل عبد أن يطرح وزارته، ودعوا الخيار للنواب مثل ما حدث مع السيد برهم صالح عندما حدث هناك أيضا خلاف، البرلمان قالوا كلمة أخوة النواب وفرزوا السيد برهم صالح. دعونا اليوم كذلك نعرض شخصية فالح الفياض على النواب، ويعرفون جيدا من هو فالح الفياض. ايضا هو اذا حظي بالمقبوليه الاغلبيه فبها فيمر فهو مستحق، لان نحن مع الاغلبيه حسب القانون والدستور، او لم يحظى بالاغلبيه ستكون هناك ايضا بدائل موجوده للسيد فالح الفياض. لكن نامل من اغلب الكتل السياسيه ان تنصاع لهذا الخيار الديمقراطي الناضج اللي هو الحل الوحيد، ام هو حلين، اما تصويت النواب واما تنازل السيد فالح الفياض عن هذا الترشيح. نعم، من خلال متابعتكم للتطورات السياسية وما يتعلق بتشكيل الحكومة، هل تعتقدون أن الخلافات تكمن بالاستحقاقات الانتخابية أم بالشخصيات المرشحة لهذا المنصب؟ الاستحقاقات الانتخابية هذا أصبح عرف معروف لدى كل دورة انتخابية، استحقاقي واستحقاق هذه الكتلة، وأنا حصل كذا ولازم أحصل على الوزارات المعنية.
حتى نلاحظ عندما تكثر التصريحات ينحرفون عن مسارهم الذي ربما أغشوا به الشارع العراقي. لا نريد محاصصة ولا نريد الاستحقاق، ندعو هذه الدورة ستكون مفتوحة الأبواب لدى الشخص المعين من رئيس الوزراء، لكن عندما نتمعن في التصريحات ذهبوا باتجاه التوافق أو باتجاه الحصص، هذه حصتي وتنازلت عن حصتي وهذه حصتي لا بد أن أقبل بها. إضافة لذلك ربما العثرة الثانية والربما المعقلة هي الخلافات الشخصية، خلاف أغلب كتلة الإصلاح بصورة عامة مع موقف السيد الفياض عندما انسحب من كتلة الإصلاح وذهب باتجاه البناء، هذا ربما هو الخلاف الجوهري الموجود الذي هو معقل العمل السياسي الحالية. نعم، بخصوص الاتهامات التي طالت بعض الوزراء جدد، هل هناك إمكانية لإقالة الوزراء المتورطين بملفات مشبوهة؟ من المخطئ اليوم إذا ذهبنا بهذه الوزارات قبل التصويت على 8 وزارات أن نذهب بإقالة 3 وزارات أو ربما وزارتين هي اللي عليها الشبهات أو حتى ربما عليها قرارة جنائية أو قرار من سالة العدالة. إذا ذهبنا بسحب الثقة عن هؤلاء الوزراء ستكون مجلس النواب غير مكتمل النصاب، وهذا سيولدنا إلى قرارات ربما غير قانونية وغير شرعية في هذا الجانب، ونعرقل مسير عمل الحكومة في هذه اللحظة. دعونا أن نذهب باتجاه التصويت على الوزارات الـ8 المتبقية، وبعدها نجعل عندما نذهب إلى هذا الخيار الكتل المعنية التي رشحت الوزراء الذين متهمين بهذه الإجراءات أن تنضج وترسل إلى السيد عادل عبد المهدي وزراء جدد. هي الأمور كلها شائكة وربما مختلفة عن السوابق، لأن لا توجد هناك كتلة أغلبية ساندة للسيد عادل عبد المهدي، وكذلك لا توجد أغلبية متوافقة على أن تمضي في هذا الجانب، وهم وعوا ويعون جيدا لم تكن لهذه الكتلة وزيرا أو يمثل لهم تمثيلا داخل الجسد الحكومي، فيكونوا في المرحلة المقبلة في خبر كان، وهذا ما لقينا على أغلب الكتل السياسية، يريد تمثيل للبصرة ويريد تمثيل للموصل ويريد تمثيل لباب، وهذا المكون يريد لأن تمثيل ماذا يفعل الوزير إذا كان من المكون سين أو كان من المحافظة صاد، هو وزير العراق من الشمال إلى الجنوب، وهذا الوزير قد أفرزه مجلس النواب الذي فيه ابن البصرة وابن الموصل وأيضا المكونات المختلفة. هذا كله ربما المخاض وهذه التجاربات التي تجري داخل أروقة مجلس النواب وحتى الغرف المغلقة هي من أجل مصالح ربما أنا أسميها حزبية ضيقة التي تعرق العمل المسيرة الحالية. نعم، المحلل السياسي السيد مفيد الإسعادي، كنت ضيفا في نشرة أخبار دبليو تي في، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم، حياكم الله. اجتمع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بنواب ديالى ومحافظها ورئيس مجلسها لمناقشة واقع المحافظة. بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي ذكر أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعا مع نواب محافظة ديالى ومحافظها ورئيس مجلسها وقائد الشرطة، وأضاف أن ذلك جاء لمناقشة واقع المحافظة في جميع القطاعات. تتواصل التظاهرات في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل. مراسل دبليو تي في أكد أن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى مجلس محافظة البصرة للمطالبة بالإيفاء بالتعهدات الحكومية لمعالجة أزمة الخدمات وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن المتظاهرين أكدوا استمرار تظاهراتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. وفي بغداد خرجت تظاهرة حاشدة بساحة التحرير وسط العاصمة دعما للمطالب المتظاهرين في البصرة. المتظاهرون شددوا على ضرورة أن تولي الحكومة الأهمية لملفات الخدمات لمعالجة أزمة البطالة في برنامجها الحكومي، داعين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإيجاد آلية استراتيجية لتنفيذ مطالبهم بعيدا عن الحلول الترقيعية. أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة إطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم من التظاهرات الأخيرة في المحافظة.
مدير المفوضية مهدي التميمي أوضح أنه تم إطلاق سراح المتظاهرين 9 الذين تم اعتقالهم من التظاهرات الأخيرة، داعيا القوات الأمنية إلى إيقاف الملاحقات الأمنية بحق المتظاهرين السلميين. تجددت التظاهرات البصرة ومطالبات بتوفير فرص العمل وحل مشكلة المياه والكهرباء بعد هدوء نسبي مصحوب بالوعود. تجدد التظاهرات الشعبية في البصرة وهذه المرة أمام مقرات الشركات النفطية والمكاتب الحكومية لتعود معها حملة القمع والاعتقالات ضد المحتجين. فؤاد الحلفي والتفاصيل. نكتب هذا التقرير لنحمل معاناة تستمر في مدينة البصرة. هذه المرأة التي غزت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب من قبل القوات الأمنية أثناء التظاهرات. بعد ما خلص اللقاء إلا وأشوف قوات ترتدي السواد، بصراحة ما أعرفهم سوات ولا من طرف الداخلية. بعد ما خلص وما رفع إيدي إلا جتني ضربة، حميت واحد من الصحفيين قبل شوية خابرني وتشكر مني، طبعا ما أميزه وحاولت اني افدي، لكن نزل علي شخص يرتدي السواد بالفاظ نابيه، اشار الى مناطق حساسه بجسمي، ضربني على اماكن حساسه، ما زلت انزف لحد الان، عندي الام، صداع، عدم استيعاب حتى الرؤيه والاضواء الهسه، لكن هذا ما يوانيني بعد، ما يهد من عزمي وإصراري على أني أنزل، لأن اتضح أن مظلومية البصرة ما مقتصرة بس على الشباب. لا نبتعد كثيرا عن سياسة القوات الأمنية باتجاه المتظاهرين. جاسم شاب متظاهر تلقى ضربة على رأسه لم يتعرف على فاعلها، والسبب أنه حاول تخليص صديقه من يد القوات الأمنية. فالبارحة حشدنا المظاهرات وأجينا 3 وكل الشباب كانت جاية ولابسين يلقات الصفر، ومثل ما تعودنا على بداية المظاهرات مظاهراتنا كانت تكون سلمية. اجينا البارحة بدت الهتافات، بدت التحشيدات من قبل الشباب، تفاجأنا بنزول قوة مكونة بخمس سيارات حكومية، ما توقعنا انهم راح يقومون بضربنا مباشرة. الشباب تعرضت للضرب والقمع المباشر بدون اي سبب، ما كان اكو اي مبادرة من الشباب. واحد من الشباب اللي كان اسمه موسى، يعني كان واقف، حتى الصور المنتشرة بالسوشيال ميديا وبرامج التواصل الاجتماعي تدل على هذا الشيء، انه هو كان واقف وهم افتروا عليه. اجيت حاولت ان انا اخلصه من عندهم باسلوب او غير طريقه، ما قدرت اخلصه من عندهم. ما حسيت الا ضربه اجت على راسي وبدت دمي يتنازل عليه. التجربه السابقه لتظاهرات البصره والتي راح على اثرها شهداء وجرحى وحرق مباني، لابد ان تاخذ الحكومه دروس منها لكي لا يتكرر مشهد القتل والحرق. بالحقيقة هنالك تجربة سابقة في شهر أيلول وآب وتموز، ماذا حصل نتيجة القمع والاستهتار بحياة المتظاهرين أمام المحافظة؟ التصعيد القادم من المؤكد سوف يكون أكثر تصعيد على المحافظة من أجل المطالب، نتيجة للسياسة الوحشية التي تستخدمها حكومة البصرة مع المتظاهرين واستهتار بمطالبهم، الاستهانة عفوا بمطالبهم. سوف يكون التصعيد أكثر. نحن كسلميين نشيع ثقافة السلمية في أوساط المتظاهرين، من المؤكد أننا سوف لن نستطيع السيطرة على غضب الجماهير التي سوف تنتج نتيجة للقمع والوحشية التي تستخدمها القوات مع المتظاهرين. وقد تشهد تظاهرات البصرة تصعيد في قادم الأيام، والسبب يعود لممارسة العنف ضد المتظاهرين، ناهيك عن الاعتقالات التي طالت بعضهم ولم ينجو منها حتى إعلاميي وصحفيي المحافظة. لدبليو تي في الفضائية من البصرة، فؤاد الحلفي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من البصرة الزميل فؤاد الحلفي. أهلا بك. أهلا بك زميلتي وبكل مشاهدي قناة دبليو تي في الفضائي. بداية، لو تضعنا في صورة التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة اليوم، وهل تزال مستمرة لغاية الآن؟ نعم زميلتي، على صعيد التظاهرات في البصرة ما زالت مستمرة التظاهرات، وتشهد وتيرة تصاعدية
يوما بعد اخر. اليوم ما تجدد في التظاهرات وبعد ان اجل القاضي التوقيف لثمانية موقوفين من المتظاهرين، اليوم كان تدخل حديث نفس حقوق الانسان في البصرة، على اثرها تم اطلاق سراح الموقوفين جميعا هذا اليوم، لم يبقوا ليوم الاحد. تجدد التظاهرات عصر اليوم، انطلقت ساحة شارع دينار وسط البصرة باتجاه مبنى المحافظة الجديد. هذه التظاهرات تجددت على اثر الاعتقالات والضرب والتعذيب الذي تعرض له المتظاهرون خلال هذه الايام. كل هذه التظاهرات تجري وسط اجراءات امنيه مشدده تفرضها القوات الامنيه، تخصص طوقا كبير من قوات متعدده مثل سوات والشرطه الاتحاديه والشرطه المحليه والمراكز القريبه على مبنى المحافظه تحسبا لاي طارئ. على جانب التصعيد ووتيره التصعيد، بعض المحتجين في محافظه البصره توجهوا لسوق محافظ البصره واحرقوها ليله امس بالكامل، ردا على الاساءه عندما ترجل محافظ البصره واراد ان يمسك باحد المتظاهرين في المدينه قبل يومين. هذا ما يثير استياء الشارع البصري بصوره كبيره، ويطالبون بتحقيق محافظ البصره وعزله عن موضوع المحافظ. نعم، هل هناك تحرك من قبل مجلس المحافظة أو الحكومة المركزية بشأن طلبات المتظاهرين؟ وهل هناك توجه توجه لتشكيل وفد يمثل المتظاهرين للقاء رئيس الوزراء؟ نعم دنيتي، كما تعلمين أنه اليوم مجلس المحافظة والحكومة المحلية في صباط دائم، وكل ما يجري الآن هو على حسب المحافظة السياسية في البلد، كلهم من يريد يتقاسم السلطه، لا اذان صاغيه للمتظاهرين. هو هذا الشيء الذي اثار التظاهرات بصوره كبيره. حيدر العبادي في وقته كان رئيسا للوزراء، وعد البصره بدرجات وظيفيه بخدمات، لكن لم يطبق منها شيء على ارض الواقع. عادل عبد المهدي الان رئيس الوزراء في الحكومه الجديده ايضا قال سنبدا من البصره، لكن لهذا اليوم ولحد هذه الساعه لم تكن هناك مبادره. اما مجلس محافظه البصره فما زال يشهد تشققات كبيره بين كتله وبين اعضائه، وقد تشهد في الايام القادمه تشكيل كتله مناهضه لرئيس المجلس ولتكون قياده للتظاهرات الموجوده في البصره. اما على صعيد التنسيقيات فما زالت تنسيقيات التظاهرات قد تختلف بينها، فهناك منهم من يجتمع مع رئيس الوزراء، لكن خلال التظاهرات وخلال اللقاءات التي اجريناها قد اعلن المتظاهرون بان التنسيقيات الموجوده حاليا والتي تلتقي باعضاء المجلس او الحكومه المركزيه لا تمثلهم، لانهم اليوم هم من يقفون بالشارع، يحتاجون شخص ان ياتي الى مكان الاعتصام ومكان التظاهرات ليستلم طلباتهم لا خلف الكواليس وفي الغرف المظلمه. نعم، مراسلنا من البصره فؤاد الحلفي، شكرا لتواجدك معنا. واعتبر تحالف الإصلاح عدم التزام حكومة أقليم كردستان بعطلة يوم النصر على داعش الإرهابي خطأ كبيرا تجاه الحكومة المركزية. النائب مظفر إسماعيل قال إن الانتصار الذي حققته القوات الأمنية على داعش الإرهابي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وليس المكون واحد فقط، مضيفا إن أقليم كردستان جزء مهم من الشعب العراقي وعليه الالتزام بما تقره الحكومة المركزية. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحركات لجمع تواقيع لحل قيادات العمليات والتوجه نحو تشكيل قيادة الفيالق والتصويت عليها بمجلس النواب. عضو لجنة الأمن والدفاع عباس روط أكد أن قيادات العمليات تسببت بإرباك الوضع وتداخل الصلاحيات وغياب المسؤوليات، مشيرا إلى أن لجنة الأمن والدفاع تعمل خلال الاجتماعات على إقرار قانون بحل العمليات وتشكيل نظام الفيالق، وطلب من الحكومة إرسال أسماء مرشحين للتصويت عليهم لقيادة الشرطة والفيالق بالمحافظات. كشفت هيئة النزاهة عن وجود هدر للواردات ومخالفات في آلية استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.
النزاهة في بيان لها أكدت أن فريقا استقصائيا قام بزيارة ميدانية إلى شركة المعارض العراقية للاطلاع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستيراد السيارات الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الفريق شخص وجود فريق فارق كبير في شخص عفوا وجود فارق كبير في عدد إجازات استيراد السيارات المسجلة في الشركة العامة للمعارض العراقية وهيئة الجمارك. الأسلاك الكهربائية المكشوفة باتت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين بعد أن راح ضحيتها عدد من الأشخاص جراء الإهمال من قبل الجهات المعنية التي اكتفت بإطلاق الوعود. الزميل صقر منذر والتفاصيل. راجع الكرام في النجف الأشرف لغرض إطلاعهم على سير وتفاصيل عمل مؤسسة الانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك استحضارات العملية الانتخابية القادمة بالنسبة لمجالس المحافظات، وكذلك الاطلاع عن كثب لرأي الأفاضل علماء الدين والمراجع الدين في النجف الأشرف والاستماع إلى توجيهاتهم والآلية التي سوف تعتمد في العملية الانتخابية، وكان من جملتها ضرورة أن يشارك العراقيين بكثافة في العمليات أو في العملية الانتخابية القادمة أقصد بها مجالس المحافظات. حدد مجلس محافظة بغداد يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة انتخاب المحافظ ونائبيه الفني. رئيس لجنة الإعلام والثقافة في المجلس رعد الخميسي قال إن عدد المتنافسين على المنصب بلغ 15 مرشحا بضمنهم 5 من أعضاء المجلس، فيما تم استبعاد 5 مرشحين لعدم توفر الشروط القانونية. كشف قائد عمليات قطع الأنبار الحج الشعبي قاسم مصلح عن قيام الأمريكان بتأمين خروج الإرهابيين من مناطق سورية لإدخالهم إلى العراق. مصلح أكد أن القوات الأمريكية تقوم بذريعة خروج المدنيين من بادية سوسة في دير الزور السورية بنقل قيادات الإرهابيين وعوائلهم إلى مخيم السهول الحدودي مع العراق، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية باتت الآن تمتلك 4 مقرات في مدينة الأنبار والرطبة، 2 منها على الخط الدولي وآخر في معمل الفوسفات والأخير على الحدود العراقية السورية. أحبطت القوات الأمنية هجوما انتحاريا على مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار. بيان لإعلام الحشد الشعبي ذكر أن اللواء الثاني في الحشد الشعبي محور عمليات شرق المحافظة تمكن من إلقاء القبض على صبي انتحاري يقود عجلة مفخخة في سيطرة الموظفين بمدينة الفلوجة، مضيفا أن الجهد الهندسي نجح بتفكيك العجلة المفخخة والتي كانت تحوي على كميات كبيرة من المتفجرات ومادة السيفور، مبينا أن الانتحار كان يروم تفجير العجلة وسط مدينة الفلوجة بحسب اعترافاته الأولية. اعتقل الحشد الشعبي 3 مهربين بحوزتهم مواد معدة للتهريب قرب الحدود العراقية السورية. وذكر مصدر أمني أن الحشد الشعبي في نينوى ألقى القبض على 3 مهربين بحوزتهم مواد متعددة معدة للتهريب قرب الحدود السورية العراقية، مضيفا أنه تم تسليم المطلوبين 3 إلى الجهات المختصة.
قتلت القوات الأمنية عدد من الإرهابيين بإحباط محاولتهم التسلل إلى شرق ديالى. أعلام الشعبي أكد أن قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي تمكنت من إحباط تسلل عناصر داعش بين خانقين والسعدية شمال شرقي مدينة بعقوبة، مشيرا إلى أن قطاعات الحشد الشعبي أمنت جميع الثغرات التي قد تستخدمها العصابات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في المحافظة. الأسلاك الكهربائية المكشوفة باتت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين بعد أن راح ضحيتها عددا من الأشخاص جراء الإهمال من قبل الجهات المعنية التي اكتفت بإطلاق الوعود. الزميل صقر منذر والتفاصيل. عندما تتجول في أزقة وشوارع العاصمة بغداد ما عليك سوى الحذر من أن تصاب بصعقة كهربائية نتيجة الأسلاك الكهربائية المكشوفة والمحولات التي تتداخل معها أسلاك المولدات الأهلية. تلك الشبكات باتت تهدد حياة المواطن العراقي وشوهت المعالم الحضارية في العاصمة بسبب عدم متابعة الدوائر المعنية لهذه الشبكات. بداية هي إذا احنا نجي للواقع هي حالة غير حضارية، يعني لو نأتي إلى شوارع بغداد لنرى في كل شارع له إرث حضاري ومكان تراثي، لكن للأسف اليوم نرى غياب دور وزارة الكهرباء باهتمامها بشوارع بغداد وكذلك بالأعمدة الموجودة في شوارع بغداد. تخصيصات الكهرباء صارت أكثر من 20 مليار دولار وما شاف ولا حل، وهناك بلدان بنت بست أشهر وسبعة أشهر، وأعتقد هذه المسألة سياسية ناتجة من الظلم والتخلف. حالة الإصابة بصعقات الكهرباء تتزايد مع هطول الأمطار نتيجة الأسلاك الكهربائية المكشوفة التي أودت بحياة الكثير من المواطنين. فالشارع العراقي يتساءل لماذا لم تكن هناك حلول جذرية من قبل الجهات المختصة. هاي الوايرات شنو يعني؟ ليش ما لها حل؟ واير بسيط ما لها حل، يروح حياة طفل، حياة بريء، حياة شاب من وراء واير، من وراء فشي انقطع، من وراء مطرة، على مود مطرة تروح حياة طفل صغير. يعني مشكلة كلش بسيطة ما يقدرون يحلوها. يعني قبل فترة صديقي هم بالشتاء مطرت دا يريد يعبر الرصيف، ما يقدر يعبر الرصيف لأن تعرفته بالفترة الأخيرة بس تمطر شوية الشوارع تغرق، عاد يريد يعبر الرصيف والنتل بالتيل. وبالرغم من التصريحات والوعود التي تطلقها الجهات المعنية عن تنظيمها حملات لإصلاح جميع الأسلاك المكشوفة في بغداد، إلا أن تلك الوعود لم تطبق على أرض الواقع لغاية الآن. من بغداد، صقر منذر، WTV. مشاهدينا الكرام، والآن انتقال إلى الأخبار الاقتصادية بعد الفاصل. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد والمال. نبدأ أولى أخبارنا من هيئة الاستثمار، حيث أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار عن طرح مطار الناصرية الدولي للاستثمار أمام الشركات الأجنبية لتأهيله وتطويره. وقال رئيس هيئة الاستثمار ذي قار عماد طارش في تصريح أن المطار له أهمية استراتيجية واقتصادية للمحافظة، إذ بدأ يشهد تطورا واضحا ونموا متزايدا في أعداد الرحلات والمسافرين، وهو يعد المنفذ الدولي الوحيد للمحافظة. أكد مجلس محافظة البصرة أن لديه مستحقات بذمة الحكومة تصل إلى 14 مليار دولار على مدى 8 أعوام، مبينا أن تلك الأموال يجب أن تسلم على شكل مشاريع، لافتا إلى أن المحافظة حصلت على 400 مليار دينار بعد ضغط المتظاهرين. كشف التقرير السنوي لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2018 أن التأثير الاقتصادي للإرهاب العالمي
قد انخفض بنسبة 42% بسبب انخفاض الهجمات وانخفاض قدرة الجماعات الإرهابية على إحداث دمار كبير. ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن التقرير السنوي أن تكلفة الإرهاب العالمي بلغت 51.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2017، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 42% عن الرقم المسجل عام 2016 والذي بلغ 88.6 مليار دولار. أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني أن الاستعدادات تجري لعقد اجتماعات اللجنة العراقية القطرية في الدوحة خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين دخلت عهدا جديدا. وذكر بيان للوزارة أن وزير التجارة محمد هاشم العاني استقبل القائم بأعمال دولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة وبحث معه تطوير العلاقات التجارية بين البلدين في ضوء الرغبة المشتركة لبداية عهد جديد يقوم على أساس المصالح المتبادلة والاستفادة من الخبرات من خبرات الجانبين. أعلنت وزارة الكهرباء عن إبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات شانغهاي الصينية، مؤكدة أنها استلمت بشكل نهائي محطة واسط البخارية. وذكر بيان للوزارة أن الوزارة أبرمت مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات شانغهاي للكهرباء والطاقة الحكومية الصينية، تضمنت اتفاقية التعاون المستقبلي في مجال الطاقة وزيادة الدعم لإسناد منظومة الكهرباء الوطنية وتقديم العروض والدراسات المستقبلية من قبل الشركة الصينية. نهاية أخبار الاقتصاد والمال، عودة إلى الاستوديو. شكرا لزملائنا في استوديو الأخبار الاقتصادية. والآن مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم أبرز التغريدات عبر تويتر. في تغريدة أولى لعباس الموسوي يقول فيها: وبعد الموقف الشجاع من قطر بالانسحاب من منظمة أوبك على العراق، اتخاذ القرار بتخفيض الانتاج بكميات معقولة. الاتفاق بين ترامب والسعودية برفع الانتاج يستهلك المخزون النفطي العراقي، وبمردود أقل على البرلمان العراقي إصدار تشريع بتحديد الكمية المسموحة للتصدير. وفي تغريدة أخرى لمحمد الحلبوسي يقول فيها: السيد محمد الحلبوسي أعلن عن تقديم تنازل المجلس أمام المحكمة الاتحادية عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب، ويؤكد أن النائب شأنه شأن أي موظف آخر عند إحالته إلى التقاعد يخضع لقانون التقاعد العام. وفي تغريدة أخرى لمحمد علي حيدري يقول فيها: مصدر سياسي، زيارة بارزاني لبغداد زادت من تمسك تحالف البناء بمرشحه للداخلية، معتقدا أن سيمرره مع أصوات الديمقراطي الكردستاني. وفي تغريدة أخيرة لمصطفى ناصر يقول فيها: المعتقلون 9 من المتظاهرين البصريين في مراكز ومحتجزات المحافظة، الشيخ رضا اسماعيل وصفاء فالح وموسى فرج ونبراس عبد الأمير جراح فجر وحيدر كريم وعلي حميد وزين العابدين علي وحاكم عادل. الحرية لمتظاهري البصرة. مشاهدينا الكرام، وفي نهاية التغريدات ننتقل وإياكم للتذكير بأبرز ما جاء في النشرة. البرلمان يخضع الحقوق التقاعدية للنواب لقانون التقاعد العام، ويعيد لائحة قوانين وسفراء إلى الحكومة. بانتظار التوافقات السياسية، تأجيل التصويت على الوزارات الشاغرة إلى الأحد المقبل. استمرار التظاهرات في البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات
وفرص العمل. الكشف عن قيام القوات الأمريكية بتأمين دخول مجاميع من داعش عبر الأراضي السورية إلى العراق. نهاية النشرة، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.